اللي زي ما ذكر الفيلم ان المال بيغري بالقيام بدور، المال بيغري بالتغريد خارج السرب. فهنا يعني الوساطة الكويتية في رأيي ان لابد ان نعطيها فرصة، لان هذا الموقف استمراره بيضر بالجميع. واحنا شفنا يعني في اليونسكو على سبيل المثال فوز الفرنسية بفضل الخلافات العربية. يعني تخيل كده، مجرد نتخيل سيناريو، لو أن هناك مرشحا عربيا واحدا والدول العربية متفقة عليه من خلال الجامعة الدول العربية، كانت الصورة هتختلف تماما 180 درجة. ولكن يعني ده مش ذنب مصر ولا ذنب الدول العربية، ما بنقولش العربية. ذنب حد، احنا ما بنحملش حد المسؤولية. مصر عملت مجهود، قدمت مرشحة متميزة، كان لها قبول متميز في اليونسكو. ايضا اللجنه اللي معاها قامت بدور، ولكن العالم كله قال لك طب انتم مقدمين اربع مرشحين، انسحب واحد اتبقى ثلاثه، طيب انتوا عاوزين مين فيهم يمثلكم؟ فهنا يعني اقصد اقول ايه؟ ان احنا طبعا قطر في بترتكب اخطاء كبيره بلا شك، انها عائله الارهاب بالذات جبهه النصره في سوريا والاخوان المسلمين في ليبيا، هذا هو ثابت في الوثائق. ولكن لنبدأ مرحلة جديدة. طيب.